أصيد مخلط معاه ما فرق. ما شنو؟ معاه ما فرق، شميت الريحة تاعه ودوخني وطيحني في الأرض. ما فرق يخدموا به السياق في ذهب. ضرني ذراعي تحرق العظم بان قريب قصهولي في سبيطار، ذراعي ضخمج. طلع شوية تريكو باش يشوفوا الناس اللي طراس تاع الحريق. هو ارتاح خمس شهور به ارتاح، ذا ذراعي قريب خمج وهذا ثاني منه. ياكل ام عندنا تصورك في السبيطار دوك نديروهم امام تو احنا نهضروا باش كي دخلت للسبيطار عرفت سير بلاس باللي الضربه في وجهك وضرني لاصيد من كثرة الضر تاع عيني وهبط لي العظم وما فقتش بيه ليله كامله هو في التريك وما فقتش بيه الصباح كما جاوش نحاول يتريك وما لقاو الحمل لازق فيه ما فقتش بذرعيه ضروني عينيه بزاف حرقني في عيني. طيب صاحب انا دوك نخليك تتنفس شويه نهضر مع يماك ونعاود نولي لك. ام صهيب سمعتي دوك صهيب يحكي على الحديث، انت كيفاش جاك الخبر وحكى لنا كيفاش ضربه، انت كيفاش لحقك الخبر؟ صرات في القهوه الغاشي يتفرج خاطر كي صرات له الغاشي كل هرب وهو قاعد يعيط هو وما دركا تقدر تقول الهضره تاعو ماهيش منسجمه وراه في تحت الصدمه وراه يشرب في ضباط الاعصاب. كي قاعد يحكي لك شوي من الحكايه من الواقع. اي ثم كي ضربوه في القهوه هو ناضي يعيط حاكم وجهه وشعره كان قاوي. خطف شعره وتعمر باللاسيد هذاك البرودوي روح الملح ومخلط ما باليش واحد البرودوي ومازال الزرق قش ومخبي احمر. باقي خاطف شعره هكا ويسيح على عينيه عاود هلك روحه هو يحرق فيه. واحد ما قرب له كان حكون حتى صبوا له الماء على وجهه ولا على عينيه رم شويه على الاقل منعوه شوي. غاشي كل راح باقي يعيط وشافي على الطريق هو شغل كاين واحد الكيوسك صغيره. كان يتخبط وحده؟ وحده هربوا الناس خافت مشى على واحد الطريق هكاك شغل شافي هو ولد الفيلاج والقهوه قريبه لينا البطيمه مشى شويه لقى يعرف مول الكيوسك هذا مول في روحي يريه عنده يعيط عليها عمي فاتحه جري لي صب علي الماني تحرقت. جاء هذاك السيد مسكين يجري ليه صب عليه حطوه في الارض وصب عليه بدون تاع ما خاطر وجهه منعوا الماء سينو وجهه راه كيما يديه وجهه منعوا الماء وجهه ما طولش وتقشر وارتاح بس عينيه العين هاك على بعد العين صعيبه بزاف العين حساسه العين حساسه وبرودوي قوي. مع الاول كان يعرف الناس كانت الناس تجي للسبيطار المهمه البلديه هذيك تاعنا كامله جات الناس الكل اللي نعرفوه واللي ما نعرفوش. صرات في 21 مارس 2022 قبل رمضان ب 10 ايام مهمه نهار رمضان الدار هذيك راهي تقدر تقول عزاء عزاء الغاشي الباب محلول ما نقفلوش الناس رايحه جايه عليه البكاء المهم انا اللي جاي يبكي معايا عزاء ولدي خرج لاباس عليه 20 سنه في عز شبابه فرحان بمستقبله حاب يخدم حاب يدير حاب يقول لي يا ماما ما تخميش على الدار ماما انا ندير لك الدار ما تبكيش عليها انا نعيشك انا هك انا هك خاطر بويهم راه توفى ما خلالهم والو حتى الدار باعها وراح بويهم خلاهم برا كاريا دار وهو كان يخدم المطوات في الطريق في الشارع وكان يخدم على جالك يخدم على جالي ويعاونني ولدي ما تخصيتش الحمد لله كنت نحمد ربي يخدم مسكين في الطريق الناس طالعه هابطه عليه تشوف ليه كي شغل واحد السيد شافوا غاضوا عطاه واحد المحل صغير المحل هذا اون فاس وان كريت انا في البطيمه انا كنت مانيش خدامه انا بعليا ربي عطاوني بوست فام دو ميناج في البلديه نخدم مدلو السيد هذا المحل اون فاس البطيمه قريب ليا يخدم على روحه مسكين من اللي يطلع النهار وهو في هذيك الخدمه مرمد باللاكريس بالليسونس هاك تعرف الميكانيك يخدم مرمد ما يروحش للمغرب الماكله ساعات دي فوا ما يجيش نديها له الحانوت يغيظني مسخ خطيله جاته طريق راهو يلبس وينظف ويخرج من المحل هذا مكرس خدمته كامل وقته كامل للخدمه ويخمم علي انا خاطر ولدي درك راهو تبدل ما بقاش كي بكري قلت لي راحت هذيك العقليه وراحت هذيك الضحكه وش راح نقول لك يعني حتى انت وراحت الضحكه تاعك مع انا تبدلت صايب حطمتني ضربه تاع ولدي هذه ما نكذبش عليك بويهم توفى صغير بصح ضربت ولدي وحدها